عنتر. هو عنتر فين يا عيد؟ عنتر فين يا ام عيد؟ عنتر من صلاحية ربنا ما نعرفش عنه اي حاجة، صح يا امه؟ صح يا قلب امك. ايوه يا ايمن، احنا من صلاحية ربنا ما نعرفش حاجة عن عنتر خالص. روح دور عليه، يمكن يكون طفش ولا حاجة. ازاي الكلام ده؟ انا هخش اشوفه في جوه ولا في اي حتة كده، ولا هو فين عنتر؟ يا راجل ده انت كنت فين يا راجل؟ انت كنت فين يا عم؟ ده احنا افتكرناك هربت، انت كنت فين؟ لا يا عم انا ما هربتش ولا حاجة يا عم، بس ربنا فتحها عليا زي ما انت شايف كده، واشتريت زريبة ملك لوحدي، بقيت قاعد فيها لوحدي. بص وفي طوالة اهوت، وبص سقفها من فوق كده بشوية مشمعات كده ومظبطها، وشغل عالي، شغل 100 100، وجبت لمبة كمان وظبطت الدنيا. مين اللي شخخ الشخ ده كله؟ اكيد يعني انا اللي عملت كده، يعني مش معقول يكون حد يعني من الناس المحترمة اللي بتتفرج علينا دول، يعني مش معقول طبعا يعني. اعملوا متابعة يا جدعان واطلعوا فيديو اكسبلور. جبت العشرة جنيه الجديدة مصروف عنتر وعيد. النهاردة يا شباب هند عنتر وعيد مصروفهم بالعشرة جنيه الجديدة، فيا ترى هياخدوهم او هياخدوا العشرة جنيه ولا مش هيرضوا؟ عيد مصروفك يا عيد. الله، شوكولاتة ورق، ده انا نفسي فيها من زمان، نفسي في الشوكولاتة الورق دي من زمان. مصروفك، روح ادي الله بقى. ايوه ما تجيب الشوكولاتة الورق دي يا عم، انت نفسك تاكل شوكولاتة ورق من زمان. عيد عايز ياكلها، روح للموردة. مصروفك يا طاهرة، مصروفك. ايه اللي انت جايبه ده؟ ورق بفرة؟ جايب لي ورق بفرة يا ايمن، اخص عليك يا ايمن. شفت بدخن؟ انا بدخنش يا ايمن. بياكلوها. هات لنا ترابيزة وضمنه واللعبة على المشاريب، وهات له هو حلبة وحط لنا شاي بحليب، ويا ولع الله يا ولع. لا لا عنتر مش معبرنا خالص. حطينا العنتر وعيد بتنجان اسمر، يا ترى هياكله ولا مش هيعرف ياكله؟ النهارده ده بتنجان، هنجرب برضو ناكلهم بتنجان، نشوفهم بياكلوا البتنجان ولا مش بياكلوا البتنجان. نبدا بعنتر. عيد وام عيد، ام عيد لو لا عنتر لو بتاكل ابنك بقى ابنك. خبريه يا ولا انت متعشتيش ولا ايه؟ ايه البخل ده؟ وريني كده. ايه يا ولا مالك يا ولا فيه ده؟ انت طفل زي قوي، تاكل اكلي ولا ايه؟ يا نهار ابيض عليك ام، ده انت مش ام، ده انت تغمي كتجمة، تاكل اكلي؟ بس هو طعمه حاسس ان هو حلو يعني مش وحش. طلعت بتاكل، نخش على عنتر، يلا بينا. عنترة ايه البتاع الاسود ده؟ لا انا الدكتور قال لي ما تاكلش حاجه سودة، وبعدين ما انت شايفني عندي سهر وعامل لك كوم ضرب قدامك، انا ما باكلش حاجه سودة، الدكتور قال لي ما تاكلش حاجه سودة عشان انت عندك اسهال. مش هاكل مش حلو. لا مش هاكل هات لي 2 كيلو بسبوسه احسن. عنتر زعلان مننا ومش راضي ياكل بتنجان ولا راضي ياكل اي حاجه خالص، شكله كده ما بياكلش الحاجات ديت. عالف التبن. حطيت لعنتر اندومي، يا ترى هياكله ولا مش هياكله؟ اللي بيحب الاندومي يكتب لي في الكومنتات هو بيحب بطعم ايه. النهارده جربت اكل عنتر وعيد اندومي، فيا ترى هياكل الاندومي ولا مش هياكله الاندومي؟ يلا نبدا بعنتر. جايب لي ايه يا اخر صبري؟ يا ما جاب الغراب لامه ده. ده الاندومي بتاع الفرافير. ما بحبوش عشان انا مش فرفور، انا عمري في حياتي ما اكل الاندومي ده، ما بحبوش. الفرافير بس اللي بتاكله. عنتر بياكل الكيس وساب الاندومي، ايه ده؟ هنشوف عيد. لا 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 ما تحاولش معايا، انا اخر واحد افكر اكل الاندومي بتاع الفرافير ده. يا باشا ده مش بياكله غير العيال السيس،
علي فيك بس هم اللي بياكل الاندومي ده، لكن انا اخر واحد تفكر ان هو ياكل ال الاندومي ده. اه الله طعمه حلو قوي، حط كمان ده طعمه حلو قوي. الله كنتش اعرف انه طعمه حلو قوي كده. يا لهو على عسل يا ابن الجزمه يا عيد. طب هات حته يا ولد. حطيت لعنتر وعيد سردينه، يا ترى هياكلوا السردينه ولا مش هياكلوها؟ النهارده هنجرب ناكل عنتر وعيد سردين، فيا ترى هياكلوا السردين ولا مش هياكلوا؟ تابعوا معايا. عنتر عيد. ايوه جاي. اديني سردين علشان في نسبه فيتامين وبيديك فوسفور وحاجه زي الفل. ده الدكتور كان كاتبهولي. ايوه بقى طعمه حلو قوي السردين ده ومبطرخ. اللي بعد السمك ده ولا السردين ده؟ حاسس ان هو جاي من مية مجاري مش من مية. اللي بعد عنتر. عندي حساسية من السردين والسمك يا معلم ايمن، بتخليني اهرش وبعمل شبه الجربانين، فاشيلها من قدامي عشان انا عندي حساسية. سيه راحتك يا عنتر. حطيت للعجل عنتر رز، يا ترى هياكلوا الرز ولا مش هياكلوا؟ النهارده هنجرب ناكل عنتر رز. رز بصوا معمول في الفراكه وكل حاجه جاهزه، بصوا جاهز للاكل على طول. فنشوف عنتر هياكل الرز ولا مش هياكل الرز. يلا بينا. انا احب فرنسا وفرنسا تحبني، اركب العجله وبطه تزقني. انا بحب فرنسا وفرنسا تحبني. عايز ايه يا ايمن انت بتشد كده ليه يا عم؟ انت مبراها يا عم، باظ اللي جنب بتاعي. ايه ده رز؟ هو مش مدسوس ليه؟ ليه الرز ده مش مدسوس؟ بس عموما انا بحب الرز في كل حالاته. انا احب فرنسا وفرنسا تحبني، اركب العجله وبطه تزقني. العجل عنتر والطفل المصري. كان انضف منك يا جدع. ايه العرف ده يا جدع انت؟ تقول حاجة؟ لا ما تاخدش في بالك، ده انا بكلم واحد صاحبي في التليفون، ما تاخدش في بالك. خلاص ماشي كلمه براحتك. اكلمه براحتي ايه؟ هو انا حاطط التليفون على ودني ولا معايا تليفون؟ ايه الواد الغبي ده؟ يعني معفن وكمان غبي؟ يا رب طلعني من الدنيا دي على خير. العجل عنتر عاوز يصيف، يا ترى ايمن هيرد عليه ويقول له ايه؟ بقول لك ايه يا ايمن، عايز اروح البحر، عايز اصيف يا ايمن، ودوني البحر، عايز ابقى فريش عشان اصوم الشبكه وانا هبقى الفريش. انا عايز اروح البحر يا ايمن، عايز اصيف يابا. عايز تروح البحر؟ عاوز اشوف الفش. طب انا هجيب لك البحر لحد عندك. ايه اللي انت جايبه ده؟ جايب لي القصريه بتاعت الواد محمود اللي بيشخ فيها. ايه ده؟ بلا اسبوع بيشخ فيها عشان خاطر تحميني بالميه بتاعته. الله يخرب بيتك يا جدع.